خلاص احنا خلصنا الأوضة السرية. اوبسي، مين بيعملها بالطريقة دي؟ احنا محتاجين محترف. الو، هاي، احنا محتاجين أوضة سرية. أوضة سرية؟ مفيش مشكلة، انا هجهز كل الأدوات. خوذة، نظارة، وهننطلق. في إنسان جاي، افضلي هادية، أكيد في مكان هنا. خد بالك، إيه اللي خطير في الموضوع ده؟ أقف، لكن أنا محتاجة أدخل جدا. خطر؟ مش ممكن تخوفني بده. أهلا، أخيرا لبيت الفامبايرز. إيه المكان ده؟ مين مستعد يعيش هنا؟ طيب، وقت إن احنا نستعد للشغل. الأول هشيل الألواح القديمة. هاي، رجلي. هو محتاج مساعدة، انت ساذج قوي ووسيم جدا. اهلا، انا بوليت وانا جعانك. لا يا جولي. هاي، ازاي عملتي كده؟ وانا ههتم بالبناء. الاول انا هفك المسامير. هي بتبص على ايه؟ انا ممكن ابص عليه اليوم كله. يلا نساعده. اول لوح فكيته، ابتدي شغل. اختي، ممكن نعمل ده في غمضة عين. هسيب اللوح ده هنا. بالشكل ده. ايه؟ ازاي؟ امتى عملته ده؟ ما كانش صعب قوي. العفو، ده فاضي جدا. بتناموا فين؟ سخيف. بص فوق. ها؟ سرير على السقف، تصميم مميز جدا. ازاي بتناموا في السرير ده؟ انا مش عارف. اكيد طبعا. اتحركوا، انا هبتدي شغل في الديكور. هشيل الحاجات الزيادة من السقف واجيب ادوات جديدة. السرير اختفى. واو، ده كاونت دراكولا بنفسه. لا، ده مجرد عامل البنا بتاعنا. العامل الوسيم بتاعنا. الأول يلا نزين الحيطان. لذيذ جدا. انت كويسة؟ سيبني في حالي. كولين، المكان ده جميل قوي دلوقتي. ايه اللي جميل فيه؟ انا هوريكي معنى الجمال. تقطيع القماش لقطع. دلوقتي في حاجة للاستمتاع بيها. واو، مبهر جدا. ايه؟ انا اقدر اعمل افضل من كده. ترى، مذهل. هو عجبه. يلا، انا هاخد سيلفي. طلعت كويسة، زاوية رائعة. ممكن اخد صورة ليكم؟ اكيد، ابتسموا. استنوا، انتوا ليه مش في الصورة؟ اعتقد ان الكاميرا الخلفية مش شغالة. يلا نحاول ناخد سيلفي. انت اتمسكت خلاص. احنا محتاجين ضوء اكتر. عينيا، اسف. واو، بالراحة. باتر فينجرز. اوبس، انا هصلح ده. واضح انه محتاج مساعدة من محترف. انا مش هدخل في الدهان. خلاص، دي فوضى كبيرة. ما تقلقوش، انا هنضفها في وقت قليل. كل اللي بيعمله انه بيزود التراب. اوه، خفاش، واضح انه مشي. انتي كويسه؟ هو عنده عضلات، مش هتهرب بده. بالظبط، عندي فكره. انا عندي ادوات. اخر سنه، قولي تاني. ده اللي فاتني. ايه؟ ورق خص. دلوقتي دي نسخه بالظبط زي اسناني. ده سخيف. بص بنفسك، ازاي ده حصل؟ انا محتاجه اغسل اسناني. وانت خد الخص ده بعيد، اعتقد ان الفرشه دي هتنفع. واو،
هو أنا نمت كتير؟ من هنا؟ أوبس، ما كانش قصدي. بصوا لقيت إيه؟ صور قديمة. هما مش هيجمعوا سحاب من التراب خلاص، وقت إن العالم يشوفهم. أنتوا شبه جدكم بالظبط. جدتنا طبعاً. جدتي هي فين؟ خدوا بالكم شباب، اللعب بالشموع من غير إشراف من الكبار شيء خطير جداً. هيكون أمن أكتر لو طلبنا شموع جديدة أونلاين وما تستخدموش النار. لكن بنولعهم إزاي؟ شغليهم بس عادي. واو، الأوضة بتاعتنا بقى فيها حيوية أكتر. واو، برافو عليكم. بصي، إحنا على وشك الاستمتاع شوية. يلا تحريك ذهني. الصودا بتاعتي وبيتزا. شباب، الغدا بتاعي راح فين؟ قولولي في التعليقات. طيب، هو بيخطط لإيه؟ ده سور. يلا نخلي المظهر الخارجي لطيف. بصي قوي قد إيه. مين مستعد للاختبار؟ أنا جاية. عجبك؟ جداً، لازم أجرب حظي. تفعيل وضع التنكر. السر هو الضرب بقوة. أوه فعلاً، مسكتك. ده مش محتاجينه. أوه، هاي، بالك قد إيه هنا؟ بشوف لو الجنينة ناعمة كفاية. اللي تقولي عليه. أوه لأ، مش هتحصل تاني. إيه؟ ده للطريق. اه صح، اعتقد ان البلاط ده هيكون كفايه. هايل، ده لسه مخلص. انا جهزت مفاجاه. ايه المفاجاه لينا؟ حله حقيقيه للطبخ برا البيت، اتمنى تعجبكم. طبق فيه جرعه. واو، لطيف جدا منك، لكن الدخان بيخليني عايزه انام قوي. للأسف ما عندناش سرير. ما فيش مشكلة، عندي عرض مميز ليكو. سرير بينك رومانسي بكشكشة ناعمة كمان، ده أشهر موديل للسنة دي. هايل، فرصة كبيرة. طيب ليه أنت عنيد قوي كده؟ سرير رقم 2، بروك مونوكروم بستايل تقليدي. واو، إيه رأيك في ده؟ فهمت، آخر اختيار هو البساطة. أوه أيوة، يلا نعملها. أكيد، السرير جاهز ومناسب جدا. المهمة تمت. ده هايل، أنا كنت بس بعمل شغلي وأنا مرهق. نانسي، أنا كنت أسرع، هي عضتني. أنت بوظتي كل حاجة، أنا هطير. أنتوا فامبايرز؟ هي دي أنياب؟ هو أنا كمان بقيت فامباير؟ ممكن أكون خفاش؟ واو، ساعدوني، أنا اتحبست. أنت كويس؟ أعتقد كده أنا اتحولت لفامباير. أيوة، اتقابلت بجامعة الوحوش؟ أنا موافق. نانسي، أنا لازم أروح الكلاس. أنا هفضل مستنية. هابي نيو يير وأجازات سعيدة. أتمنى لكم أجازة شتاء جميلة. أجازة الشتاء، ياي. مع السلامة، هتوحشوني يا شباب. استنوا دقيقة، لسه في حد في كلاس؟ فامباير، آيسكل، وعروس سكويد جيم. ها؟ اتحركوا. ها؟ في غلطة على البورد، المفروض تكتبوا كوليدج بالإي. أنا شايفة إنكم مش كويسين في الكتابة. اقعدوا، يلا ندرس. ندرس؟ أوكي، أنا خلصت الامتحان، أنا هصححه. أنا جعان جدا. أوه لأ، قصتي
شعري بسطيني. ها؟ أنت عايز حاجة؟ لا خلاص يا مس جينيفر، يلا نلعب شد الحبل. أيوة مع مس جينيفر. ها؟ أنا؟ ليه لا؟ شكلها ممتع. يلا شد، إحنا لازم نخرج. أعتقد أنا لازم أعمل جوافري. إيه؟ شوفوا الدراعات دي. ها؟ أوش، اللعبة خلصت، مش مشكلة. إنتوا عندكم امتحان، الوقت هيبتدي دلوقتي. العروسة مذاكرة. هي خليني أنقل. أنتي قلتي حاجة؟ دي حاجة غريبة. يو هي قوليلي الإجابات. إيه؟ تنقل؟ بس ما تتحركش، هما غراب جدا. يو عديت منها، ساعدوني. خليني أنقل منك. هما مالهم؟ آه فهمت، أنا بس لازم أقفل عينيا. آه شكرا. هاي طيب، وأنا إحنا هنحل شوية معادلات حالا. هاي كلكم يلا تعالوا عندي، تعالوا هنا، دي خطة هروبنا. إحنا هنا وهنعدي. تعالوا هنا. أيوة خطة هايلة، الحرية. أوبس بدري قوي إن أنتوا تحتفلوا، خطتكم باظت، دي ما عندهاش قلب. أنا محتاجة قلم. أنتي معاكي واحد زيادة، خدي قلمي. ممكن تسمحي؟ محدش ممكن يلمس حاجتي. أسرح قصتي إزاي؟ واو حرب التلج والنار، المية هي اللي أنا محتاجها. دي أفضل تسريحة شعر. ها؟ بطلوا هزار، ده قلمي. فريز، أنا هشرب دمك. أنت جمدتها، أنا هفك التجميد بتاعها. ده إحساس جميل، لكن البخار جاي منين؟ أنا عندي فكرة، يلا نهرب. إيه؟ آه يلا بينا. إنعكاسي؟ لا ده اتبخر. هي أنا مش قادرة أشوف أي حاجة. فين الباب؟ البخار كثيف قوي. بنات تعالوا ورايا، أنا هرشدكم وهتخلص من البخار. هي عملت كده إزاي؟ ها؟ إحنا رجعنا الديسكات بتاعتنا. أنا عايز أنام، أنا خلاص هقع. واو وجسمي نايم، أنا ممكن أهرب. ها؟ هو رايح فين؟ طيب أنا كمان هنام شوي. هاي مش بالسرعة دي اللي بأنياب، عالديسك بتاعك حالا. أنا مراقباك. آه كتير قوي على خطتي. مس جينيفر عايزة تشوفي حيلة سحرية؟ طيب ممكن، ده زرع. وبس واختفى. واو مذهل، برافو. طيب مش أكتر حيلة مبهرة شفتها. واحدة تانية. بنات ساعدوني، خلوا بالكم
أبرا كدابرا وبوف. واو، ده كويس قوي. انت هتحبي الحيلة اللي جاية، اختفاء مذهل. انت بتسمي دي حيلة سحرية؟ هو في حد قفل الباب؟ اديني الكيب. بنات اطلعوا، هاي اقعدوا في الكراسي بتاعتكم ويلا نرجع للكلاس. في الهدف، كفاية، ده ما كانش أنا. أنا مش هغلط بالتأكيد. أيوة خلاص كده، أنتوا اللي بدأتوا. العدالة تمت. إيه الريحة دي؟ بجد؟ أنتوا بتاكلوا هنا ولا إيه؟ أيوة ده ميعاد الغداء. أوه صح، أنا كمان جعانة. ممكن تشوي مارشميلو؟ أوكي. واو ده سخن، شكرا. القصة بتاعتي هتجنني تاني. أعمل معاها إيه؟ لو أقدر أشوف نفسي بس من زاوية تانية؟ هاي آيسكل، ممكن تساعديني أسرح شعري؟ أكيد. نايس، شكرا، شكله رائع عليا تقريبا. أنا جعان قوي. أوه أنا عارف ممكن أكل إيه. أوبس، أنا جمدته بالصدفة. امسك شنطتي وانت واقف. يا شباب اكتبوا المقالات بتاعتكم. هايل يا بنات، الفامباير كسلان تاني. هو بيحاول يشوف انعكاسه في المراية. أعمل معاه إيه؟ عندي فكرة، عروسة الفودو عمرها ما كسفتني. إيه رأيك في التسريحة دي؟ إيه اللي بيحصل؟ بلاش القصة بتاعتي. ها؟ اكتب المقالة وهصححها. بكتبها، ده هي. هاي، هو ده المكان اللي هتاخدوا فيه صور الكتاب السنوي؟ تعالى ادخل. أنا كنت خايف إني ما أقدرش أعمل ده. كلكم قولوا تشيز. خليكم أقرب. انقذوني، ساعديني من فضلك، الحقوني. هو ايه مشكلته؟ هو الماسك خوفه؟ شكرا، انتوا كنتوا جروب رائع. مستر كوزاين، قابل فصلك الجديد. ايه؟ تابوت، كلب، قطة، وزهرية ورد. نتمنى انك تحب التدريس هنا، حظ سعيد. انا ما فهمتش دلوقتي، بقى واضح. دي الموميا، ويرولف، ايفي، والساحرة، مراهقين عاديين. جميل إن قابلتكم. احنا هنمتحن امتحان، مفيش غش. هو أنا فعلا ضيعت كل البرديات دي؟ أنا عندي كل الإجابات هنا. يا موميا، في إيه معاكي تحت المكتب؟ ورقة غش؟ لأ، دي مجرد رموز حظ مصرية قديمة. بص، أكيد دلوقتي فهمت. برافو يا موميا، استمري. احنا هنمتحن امتحان نهائي النهاردة، مفيش غش. ها
حلوة قوي إن أنا جيت جاهزة. هي فين ورقة الغش بتاعتي؟ دي هتكون مفيدة دلوقتي حالاً. هايل، أدي الإجابة. هنثبت سرنزينة في قاعدة شوكر. هنلزق ورقة غش فيها من الظهر. ويرولف، معاكي قلم زيادة؟ يا ساحرة، أنتي بتشتتيني. طيب، أوكي، أول سؤال خلص. استنوا، فين الباقي؟ أنا ما كتبتهوش. حظ سيء. هاي يا ساحرة، ساعديني حل. إيه إجابة رقم 2؟ بتحلمي. أبداً، ده تصرف سيء. إيه الإجابة الصح؟ أنا عندي فكرة. يا كرتي السحرية، ساعديني بالحل وانصحيني بعدين. شكراً قوي، ده كان مفيد. أنا هموت من الجوع. فين الغدا بتاعي؟ هنغطي لانش بوكس بلاستيك بلون رمادي سبراي. هنقص سلويت راس ذئب من ورق فوق ونلونه بلون أكريليك. هنعمل ذئب مع سما زرقاء في الخلفية ونثبت ورقة الفوم في غطا العلبة. إيه؟ مفيش حاجة فاضلة هنا. هو أنا أكلت الأكل كله؟ أوه لأ. إيه اليوم السيء ده؟ يا بنات، يلا نساعد ويرولف. إحنا هنشارك غدانا أكيد. مش ممكن نخلي أصدقائنا يجوعوا. كل الناس ممكن يتشاركوا السناكس اللي بيحبوها. هاي، إيه الريحة دي؟ أكل يوم. واو، واضح جدا إنها جعانة. دودة تانية؟ شكرا، دي كانت سناك حلوة. البوكيه ده هيساعدني أفوز بقلب مستر كوزاين. هيقع في حبي في اللحظة اللي هيشوف فيها ده. أوه أيوة، يلا مستر كوزاين، ده ليك. حلو جدا، شكرا. أتشو، أنا عندي حساسية من الورود البرية. مش ده اللي أنا كنت متوقعاه. الامتحان ده رهيب، مفيش إجابات صحيحة، دي هتجيب أقل درجات. أنا زهقت من ده. شوف القلادة بتاعتي. هنعمل فرع إكليم من صلصال بوليمر ونضيف أوراق. هنخبزه في الفرن ونلونه بألوان أكريليك. هنعلق الأوراق في حلقات ونضيف ألياف صلصال في النص كأنها قاعدة ونلزق أستيكة فيها ونحط الدلية على حبل. كده أحسن بكتير. في نفس الوقت أنا هصلح الإجابات. أهو. هاي مستر كوزاين، ممكن تشرح لي ليه درجاتي قليلة؟ دي كلها صح. يلا نشوف. في الحقيقة ده صحيح، أنا كنت غلطان يا صديقتي. أنت تستحقي أعلى درجات بالعدل والمساواة. إيه اللي بيزن؟ في حشرة ضخمة طايرة حوالينا هنا. دي خنفسة، اطلعي برا من هنا، طيري بعيد. إيه الدوشة دي؟ أنتوا بتصحوا الأموات. واو، في إيه مالكم؟ موميا، في خنفسة، دي سامة. دي إيه الحشرة اللطيفة دي؟ دي برية قلم الرصاص مش أكتر. هنضغط برية قلم رصاص في صلصال بوليمر. هنشكل خنفسة، نخبزها حسب تعليمات العبوة. هنلونها بألوان أكريليك ونضيف طبقة لؤلؤ. يا بنات، مفيش داعي للقلق. أنا بحب التحلية دي. واو، دي شكلها لذيذ. ماميا خلينا أجربها. ويرولف، مش هتقدري تاكليها. التحلية دي ملعونة. مش مهم، اللعنات مش بتشتغل معايا. زي ما تحبي، اتفضلي. هنخلط 200 جرام من المارشميلو السايل مع نفس الكمية من جليز شوكولاتة. ونضيف 200 جرام مبشور جوز الهند. ونضيف لون طعام. هنشكل هرم. نعمل ملمس خارجي شكل قوالب الحجارة. هنغطيها بتراب ذهبي بيتاكل. أهو، وقلتي إن اللعنة مش بتشتغل عليكي. طيب، أنتي دوتي التحلية. أنا حذرتك، لعنة الفراعنة مش هزار. يا موميا، ساعديني، إديني شوية ورق تاني. ده آخر رول معايا من البرديات. اتفضلي،
أنتي مش هتتعلمي أبداً. مستر كوزين وسيم جداً، يا ترى إزاي ممكن ألفت انتباهه؟ أنا هديله بنسل كيس. مستر كوزين، دي ليك. هنقص مصيدات حشرات من لونين صوف، نعمل قطعتين نثبتهم في بنسل كيس قديمة ونخيط الأطراف. دي مشوقة جدا. إيدي ساعدوني، أنا هاخد مصيدة الحشرات دي حالا، مش قادرة أشيلها. يا بنات تعالوا لإنقاذي، كل الناس شدوا أكتر، مفيش حاجة نافعة. هي أنا لقيت بلطة. لا يا ويرولف، دي فكرة وحشة، ابعدي البلطة بعيد. أوه يا ربي، أنا كان قصدي خير مش أكتر، ودلوقتي هديتي بتستخدم لتنظيف البورد. قلمي مش شغال. ويرولف معاكي قلم؟ لا. موميا ممكن تسلفيني قلم؟ لا. يا ساحرة اديني قلم، مفيش معايا أقلام. محتاجة قلم؟ مفيش مشكلة، اتفضلي ممكن تحتفظي بيه. شكرا يا مستر كوزين، انت الأفضل، الحب بيخلي كل حاجة تزدهر حتى القلم. هنزين غلاف صلب النوت بوك بورد جاف، هنقطع فتحة مستطيلة جوه النوت بوك ونضيف طبقة سميكة من شمع سخن، هنحط فيها تربة ونزرع بذور خضرة صغيرة. يا بنات بصوا، ايفي وقع في الحب. في الحب؟ انتي ومستر كوزين؟ ده مضحك، ده مش شغلكم، وكفاية ضحك، ما تهتميش بيهم. ممكن اخد شوية ورد لعمل جرعة سحرية؟ اكيد. شكرا، انا جبت اخر المكونات. انا هغزل سكارف لمستر كوزين. خيوتي. قطة اقفي. ويرولف الساحرة مش بتسمح حاجات زي دي. دلوقتي اعترفي ان مهاجمة قطة كانت فكرة وحشة، انا مش هعمل كده تاني ابدا. نار، احنا عندنا نار. انا معايا طفاية حريق، ما تتخضيش. مستر كوزين دي مجرد جرعة سحرية، عايز تجربها؟ هي دي عين؟ وبس. شكرا، لكن لا، ده الامتحان النهائي، اوعوا تفشلوا وما تغشوش والا هغضب. مستر كوزين اكيد اتجنن، احنا لازم نعلمه درس. عندكم افكار؟ انا عارفه، يلا نحطه في تابوت. هو ممكن ينام هناك كام 100 سنه ويصلح اللي عمله. مستحيل، الطريقة دي وحشة قوي. يلا نحط له براغيث، هو يستاهل ده. ما أعتقدش. إيه رأيكم نلف أيفي حواليه؟ وأنا هحرسه للأبد. أو لا، يلا نقدم له تفاحة مسحورة، هيقطمها ويروح في النوم بسرعة طول مدة الامتحان. رائع، شكلها خطة كويسة، أي حد هيقطم الفاكهة دي هيروح في نوم عميق. أبرا كدابرا، بوم، خلصنا. أتمنى ما كنش لخبطت في الحاجات. أنا رجعت. هي دي ليا؟ شكرا. اقطف اقطف. الساحرة لخبطت فعلا في الحاجات. اهو الوحش الغاضب رجع. يا اطفالي يا ترى وحشتكم؟ هي وحشنا رجع بسرعة، يلا نتصور صورة مع بعض.
وإلا مش هيصدقونا. في ناس كتير مش باينة في اللقطة دي. أنا عندي فكرة، مكنسة اتحول لسيلفي ستيك. شدوا السيلفي ستيك وضيفوا حجم في شمع سخن، لونوه بألوان أكريليك وشكلوه شبه جذع شجرة. شكلوا مكنة من فروع ولفوا طوين حواليها. المشكلة اتحلت، دلوقتي ادوني ابتسامة مرعبة.